بالنسبة لحضرتك الإعلان العاشر حضرتك قلت نص أكتوبر إن شاء الله هينزل. يعني في الحدود دي تقريبا. هينزل في العاشر من رمضان وننزل في أكتوبر. وبدر والعبور الجديدة. أسعار الوحدات ممكن المنيا وأدم الجديدة فرنش. يعني مش هيزيد كتير عن اللي كان في آخر إعلان، يعني إحنا كنا آخر إعلان 11، إن شاء الله ما نزيدش عن 15 يعني. تمام. سعر الوحدة أخدت موافقة؟ سعر الوحدة كنا أخدنا موافقة على 220,000، بس هنشوف أسعار الطرح إيه، ون يعني برضو إيه يعني إذا كان في أي تعديلات طفيفة نعملها. بالنسبة للإسكان الاجتماعي الحر، هل هو من وجهة نظر حضرتك فشل الطرح فيه ولا لا؟ إحنا كان طرحنا فيه وحدات في القاهرة الجديدة دي اللي كان موقعها متميز، دي طبعا اتباعت في أول يوم، في وحدات اتباعت في أماكن أخرى. إحنا بنوفر احتياج لشقة 90 متر للناس اللي بتقول إنها ما عندهاش يعني مش تقدر الشروط تنطبق عليها، وبالتالي ده انا هسيبه مفتوح للي عايز يحجز وحده حره في اي وقت. وفي نفس الوقت الحاجات دي برضو ممكن هتطرح تاني في برنامج الاسكان الاجتماعي. لكن مش هتطرحي اسكان حر تاني في القاهره الجديده او اكتوبر؟ لا، اتباع اللي عندي خلاص، اللي انا يعني بعنا شويه للمصريين في الخارج، كان عندي شويه في العبور اتباعوا، والقاهره الجديده اتباعت بالكامل من اول يوم يعني. كم وحده اتباعوا المصريين عملت في الخارج يعني؟ برضو كنا بنتكلم في حوالي 1300 وحده تقريبا. اتباعوا كلهم العاملين في الخارج ولا؟ دول 1300 وحده اتباعوا للعاملين في الخارج.